انتشرت ظاهرة العنف ضد النساء في الوطن العربي بشكل مقلق. الإحصائيات الصادمة أكدت أن واحدة من كل ثلاث نساء في سن 15 عاماً أو أكثر يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي، فهذا السلوك السلبي الموجه ضد المرأة أصبح ظاهرة لا أحد يستطيع إنكارها في العالم العربي. لم تتوقف مطالبات الهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بالحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تضرب أصل المجتمع وتشتت كيانه، بالإضافة إلى تفعيل قوانين حماية النساء. في هذا الفيديو نتحدث عن حكايات العنف. عرفت الأمم المتحدة العنف ضد النساء بأنه عبارة عن فعل من أفعال العنف القائم على النوع الاجتماعي مما يسبب الأذى الجسدي أو العقلي أو الجنسي، وينطبق العنف على بعض الألفاظ والشتائم الموجهة ضد المرأة كنوع من أنواع التعنيف النفسي الذي يهاجم النساء في البلدان العربية. هذا بالتأكيد يسبب الضرر العاطفي للنساء، ويندرج التشكيك بالمرأة ومراقبتها والاستهزاء بها تحت طائلة العنف النفسي. وبالعادة هذه الأنواع تتفشى بشكل جلي في الأسر العربية من الأزواج أو الإخوة أو الآباء أو حتى من قبل مدير العمل. والنوع الأخطر الذي يلاحق النساء هو العنف الجسدي، إذ يتعرضن للإيذاء على أثره، وهنا قد تصاب المرأة بجروح منها الخطيرة التي قد يسبب لها العديد من المشكلات في حياتها. والنساء يتعرضن أيضاً للعنف الجنسي، فهو من أنواع التعنيف التي تؤدي إلى الضرر الجسدي والنفسي للمرأة، ويشمل ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والمضايقة والاستغلال. وفي ذلك أشارت الأمم المتحدة إلى أن 37% من النساء في الوطن العربي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي لمرة واحدة في حياتهن على الأقل، وزواج الأطفال وختان الإناث من الممارسات المضرة بحق النساء في الوطن العربي. وإذا تحدثنا بشكل أكثر عن ختان الإناث، فإن هذه الظاهرة التي تشوه الأعضاء التناسلية للإناث انتشرت منذ قديم الزمان حتى يومنا هذا في البلدان العربية، حيث إحصائيات الأمم المتحدة أكدت أن 87% من النساء ما بين عمر 15 حتى سن 49 عاماً تعرضن للختان في مصر والسودان، وفي اليمن وصلت النسبة إلى 19%. قصص العنف ضد النساء. إذا تصفحت مواقع التواصل الاجتماعي ستجد العديد من قضايا العنف ضد النساء في العالم العربي التي يتداولها رواد السوشيال ميديا بشكل شبه يومي، فهذه من الأدلة القاطعة على انتشار هذه الظاهرة في المجتمعات العربية. فقبل أيام قليلة أثارت امرأة يمنية تعيش مع زوجها في القاهرة غضب الكثيرين من المستخدمين، حيث بدأت القصة عندما نشرت المعتدى عليها وتدعى تهاني الدماري فيديو لها تحدثت فيه عن اعتداء زوجها عليها بالسلاح الأبيض. المطبخ يعني تم الاعتداء بالساطور. أيوة، عشان المشاهد يعرف. سكين اشتراه هو وبنته، نزل هو وبنته تحت الثلاثين سكاكين والساطور ثلاثة طقم واحد، هو وبنته قبل 4 أيام من العيد، قبل 4 أيام من يوم العيد. على إثرها انقطعت بعض أوردتها، بالإضافة إلى إصابتها في الرأس واليد، وهددها زوجها بأن لا تخبر أحد بما حدث معها. ومن هنا أطلق إعلاميون ونشطاء يمنيون مناشدات تطالب بإنصاف وحماية المرأة اليمنية. وهذه ليست الحالة الوحيدة، بل هي من بين الآلاف من حالات العنف. والفتاة السورية أسماء حسن كانت أيضا من ضمن النساء التي انتشرت قصتهن، حيث تزوجت وهي في عمر صغير وعاشت مع زوجها وشقيقه وزوجته في تركيا، فهن تعرضا للضرب المبرح بحسب قولها من أزواجهما، مشيرة إلى أن أغلب الضرب كانت تتلقاه على رأسها، حتى وقعت مغمى عليها من شدة العنف. والنساء ظلمت أيضا في اليمن، فخلال وقت لاحق أصيبت امرأة تدعى زرع اليزيدي بعدما تعرضت للضرب من قبل الحوثيين في جنوب اليمن، وتركت مرمية على الأرض لساعات دون السماح للإسعاف بإنقاذها. من بعد هذا الفيديو يبقى السؤال الأهم: إلى متى هذا الظلم ضد النساء؟ وهل ذلك دليل على عادات مستوطنة في المجتمعات العربية؟